واحد بيقول تقدمت لفتاة لأتزوجها وفوجئت بأنها عاملة بطلان زواج، فهل هذا معترف به؟ وهل يعتبر زواج منها هو أول زواج لها؟ هو ممكن تروح عند المجلس الإكليريكي وتوريه بطلان الزواج، يعني بطلان الزواج ده مين اللي ماضي عليه؟ هل ماضي عليه الكنيسة ولا حد تاني؟ وإيه أسبابه؟ لكن ممكن إن الواحد يتجوز واحدة عندها بطلان زواج ما دام بطلان الزواج رسمي وموافق الشريعة.